الشهيد أحمد مالك العارضي. كان لا يستسيغ العتب ولا يعاتب من يؤذيه لا بقول ولا فعل، طيب الخلق هادئ الطباع، ذا علاقة طيبة مع زملائه المنتسبين في العمل، وذا خلق رفيع في التعامل مع الزائرين الوافدين لمرقد سيد الشهداء الإمام الحسين وأخيه المولى أبي الفضل العباس عليهما السلام. ولد في مدينة السماوة عام 1977، وترعرع في أسرة عرفت بولائها لآل النبي صلوات الله عليهم أجمعين، لينتقل بعدها وأسرته للعيش بجوار الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء المقدسة. عمل الشهيد أحمد مالك العارضي في خدمة حضرة الإمام الحسين عليه السلام حين انتسب إلى قسم ما بين الحرمين الشريفين شعبة حفظ النظام في 14 من شهر حزيران عام 2008. وبعد أن صدرت فتوى الدفاع المقدس التحق الشهيد بصفوف فرقة العباس عليه السلام القتالية، وعمل حينها في ورشة لصيانة وأصلاح الأسلحة الثقيلة والخفيفة ميدانياً في أرض المعركة، إذ لم يكن بحاجة لنقلها إلى مكان آمن وبعيد عن ساحات الوغى، بل على العكس كان يشارك إخوته القتال ضد فلول تنظيم داعش الإرهابي، حتى نال شرف الشهادة في 14 من شهر كانون الأول عام 2017 مع نخبة من المتطوعين الأبطال في عمليات تحرير مدينة الموصل التي صنفت أنها من أشد المعارك ضراوة وشراسة، حيث تجحفلت قوات العدو فيها لمواجهة أبطالنا الأشاوس من القوات الأمنية والحشد الشعبي، فارتقت أرواح كوكبة من الشهداء بينما بقيت دماؤهم تسيل أنهاراً لتضيء علامة على نصر الناجز، وكان من بينهم شهيدنا البطل أحمد مالك العارضي، فسلام عليه والرحمة والخلود لروحه الطاهرة.